خرجت الفنانة سعيدة شرف عن صمتها عبر خاصية ستوري على حسابها بموقع انستغرام، وذلك عقب الهجوم الكبير الذي تعرضت له من قبل بعض المتابعين بعد إيداع الفنانة دونيا باطمة سجل ودايا. وكشفت سعيدة شرف تعرضها لهجوم شرس وتلقيها العديد من الرسائل على الخاص، الأمر الذي دفعها إلى توضيح موقفها من اعتقال الفنانة دونيا باطمة، نافية أن تكون شامتة في دخولها السجن أو سعيدة لما حصل معها، موضحة أنها بدورها أم ولا ترغب بفراق أي شخص من أطفاله، مشددة على أنها كأي مواطن لجأت إلى القانون من أجل إنصافها بعدما أحست بتعرضها للظلم، مستنكرة الهجوم الكبير الذي تعرضت له. وفي مقابل التنديد بما تتعرض له، هددت الفنانة سعيدة شرف بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى البلوجر التي لم تذكر اسمها بسبب الدعاء على أطفالها ووالدتها، وأقسمت باللجوء إلى القانون والاقتصاص منها. من جهة ثانية، تفاعلت البلوجر مريم العيساوي مع خرجة سعيدة شرف، وخرجت بدورها عبر مقطع مصور انهالت فيه بالدعاء من جديد على الفنانة المغربية سعيدة شرف، متهمة إياها بظلم الفنانة دونيا باطمة والتسبب في اعتقالها والتشهير بها. رد مهندس الديكور المغربي فؤاد قبيبو على تدوينة إحدى الصحفيين الذي حاول استفزازه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع انستغرام. ونشر فؤاد قبيبو عبر خاصية القصص القصيرة تدوينة الصحفي التي تضمنت ما يلي: هاد قبيبو أحسن واحد تيعرف يعيش دور الضحية، كان تيبكي قبل ما يعرف التونسية، وبكى فاش عرفها، وبكى فاش تفارقوا، وبكى في الوفاة ديال باه، وبكى فاش تزوج هاد خيتي، وبكى فاش تشدات، وبكى فاش تشدات ختها، دائما دموع، النسخة الماسخة. ورد فؤاد قبيبو على تدوينة الصحفي قائلا: هاد الأخ والإنسان الصحفي اللي كاتب عليا، دابا هادشي هو الرسالة اللي خاص يوصل باش ينور الرأي العام، هادو هما سنوات الدراسة اللي قضيتيها باش تحصل على هاد المهنة الشريفة، حشومة والله. وتابع فؤاد قبيبو: راه ماشي خطأ إلا بكيت فاش طلقت، ماشي ضروري نبكي على شخص، راه تنبكي على الوقت اللي ضاع وعلى فراق ولادي، وإلا ما بكيتش في موت با غنكون إنسان مريض ومسخوط، راه الأب ديالي هذاك اللي رباني وكبرني، ولا ما بكيتش وحزنت على دنيا غنكون ولد الحرام مقطر، حيت شركت معاهم الطعام، وحيت خت مراتي اللي تنشوفها تتعذب قدامي وما قادر ندير والو. عمر البكا ما كان ضعف أو تمثيل، بالعكس قوة ودليل على طهارة القلب. الله يطلق سراح اختي دنيا. خرجت ابتسام باطمة شقيقة الفنانة المغربية دونيا باطمة بتدوينة مؤثرة تعبر فيها عن الحالة النفسية التي تعيشها رفقة والديها بعد اعتقال أختها. ونشرت ابتسام صورة جمعتها بدونيا باطمة عبر حسابها بموقع انستغرام، دونت عليها قائلة: هاد الصورة كتعني ليا بزاف، نعيا نكتب ليكم باش كنحس، العافية وقيلة، ملي مشات ما شفت نعاس، الظلم ظلمات يوم القيامة، حسبي الله ونعم الوكيل، كنكتب وكنبكي، يا ربي تفرجها عليها، ويا ربي تنصرها، ويا ربي تخفف عليها وتصبر ماما وبابا، وشكرا للناس اللي كيتداعوا معاها واللي تضامنوا معاها، الله يوقف معاكم، دعواتكم. مدح المخرج المغربي عبد الواحد المشاهد الفنانة المغربية لطيفة رأفت. ونشر عبد الواحد المجاهد صورة جمعته بالفنانة المغربية لطيفة رأفت عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام بإحدى المناسبات الفنية، وأرفقها بتعليق جاء فيه: عندما يجتمع جمال الصوت والصورة وجمال الروح يصنع عملاقة، إنها العملاقة. وجهت الإعلامية المغربية شهرزاد عكرود رسالة إلى الفنانة المغربية دونيا باطمة، وذلك بعد اعتقالها من طرف الشرطة القضائية لأمن مدينة مراكش.
ونشرت شهرزاد عكرود عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام تدوينة تدعم من خلالها دنيا باطمة تضمنت الآتي: من قلبي كنت من تاويلد الخير لدنيا باطمة، الله يفكها على خير يا رب. خرجت المغنية الشعبية إكرام العبدية عن صمتها بعد الترويج لمجموعة من الأخبار تفيد اعتقالها، مشددة على أن كل ما تم تداوله حول الموضوع مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. ونشرت إكرام العبدية ستوري عبر حسابها على الانستغرام جاء فيها: جمهوري العزيز، توحشتكم بزاف، أولاً أتمنى لكم أن تكونوا بصحة جيدة. توصلت بعدد من الأخبار المضحكة التي أصبح فضاء مواقع التواصل الاجتماعي تعج بها مؤخراً، تقول أنني معتقلة وأنني سأمثل أمام القضاء مع الترويج لفيديو قيل أنني ظهرت به يظهر عدداً من الأشخاص في خلاف بإحدى العمارات السكنية. وتوضيحا للأمر، أحيط جمهوري داخل وخارج أرض الوطن أن الفنان إكرام العبدية تقطن بمدينة الرباط، وأن لا علاقة لها بأي فيديو أو شجار ولا متابعة قضائية، وهي بعيدة كل البعد، أنها ستضطر لسلك المسطرة القانونية في مواجهة مروجي مثل هذه الإشاعات المغرضة. كما أؤكد أن كل ما ينشر عني في بعض الصفحات والمواقع هو مجرد إشاعة لا غير، فهنالك صفحات رسمية تنشر أخباري. أستغل الفرصة لتوجيه الدعوة للجالية المغربية المقيمة بالديار الفرنسية في سهرة ممتعة يوم 10 فبراير بباريس، كونوا في الموعد، غادي تكون نايضة. وتداولت العديد من الصفحات الفيسبوكية في الساعات الماضية فيديو يوثق لخلاف بين مجموعة من الأشخاص أمام إحدى العمارات، من بينهم سيدة ادعوا أنها إكرام العبدية، الأمر الذي أثار فضول جمهورها. كشف الفنان المغربي محمد الريفي جديد وضعه الصحي، وذلك في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام. وفتح الريفي قلبه لمتابعيه عبر شريط مصور تقاسم من خلاله مع متابعيه معاناته مع المرض والألم الفظيع الذي يحسه على مستوى القولون الذي رافقه طوال السنتين الماضيتين. وأضاف الفنان المغربي أن هذا الألم ظل يصاحبه يوميا طوال هذه الفترة، مبرزا أنه لا يحس بالتحسن إلا خلال فترة المساء، كاشفا أنه يضطر إلى مضاراة ألمه والتظاهر بأنه بخير خلال حفلاته الغنائية. ومباشرة عقبها انهالت رسائل الدعاء على الفنان محمد الريفي من قبل أصدقائه من المشاهير ومن قبل متابعي حسابه على الانستغرام. قدم رومان سايس عميد الفريق الوطني اعتذاره للشعب المغربي إثر الخروج المبكر للأسود من منافسات كان 2023 بالكوديفوار. وقال سايس في رسالة على صفحته بالانستغرام: مرت أيام منذ إقصائنا، ولكن لا يزال من الصعب وصف الموقف بالكلمات. نشعر جميعا بخيبة أمل كبيرة بسبب نتائج بطولة كأس الأمم الإفريقية التي انتهت قبل الأوان بالنسبة لنا. أود أن أعتذر لجميع المغاربة الذين يشعرون بالحزن والغضب اليوم بعد هذا الفشل، وأشكركم أيضا على دعمكم الغير مشروط في السراء والضراء. لقد كانت مساعدتكم دائما ثمينة بالنسبة لنا نحن اللاعبين، وقوة إضافية في مواجهة الصعوبات والشدائد. لقد قدمنا كل شيء من أجلكم ومن أجل المغرب، لكن اليوم لم يكن كافيا للمضي قدما. نحن عائلة، فزنا معا اليوم وخسرنا معا، نتحمل المسؤولية الكاملة عن خيبة الأمل هذه. أنا أولا كقائد، يجب علينا الآن أن نستوعب الأمر ونمضي قدما من خلال العمل مرارا وتكرارا لتحقيق أهدافنا والنهوض من خلال البقاء متحدين مع بعضنا البعض. لدي ثقة في هذه المجموعة، في المدرب، في الطاقم، في هذه العائلة.
ووجه رومان سايس رسالة إلى مواطنه أشرف حكيمي الذي ضيع ضربة جزاء كانت ستقلب النتيجة والمقابلة معا قائلا: أنت بطل يا أخي، لن يلومك أحد، فقط من لا يطلق النار لا يخطئ أبدا، نحن مع بعضنا البعض. وخاطب رومان سايس اللاعب أمين عدلي قائلا: كل الاحترام لك، وجودك كما كنت رغم ما مررت به مثال للقوة والشخصية. إخوتي اللاعبين، أنتم تعلمون بالفعل معا ما يحدث، شكرا جزيلا مرة أخرى لدعمكم، فخور أكثر من أي وقت مضى بكوني مغربي،